قال هنا ثم يرجع إلى منى بعد الطواف والسعي. الآن يبدأ ب خلنا نقول الآن النهاية، بداية النهاية، فيرجع إلى منى فيصلي ظهر يوم النحر ويبيت بها 3 ليالي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد قدم السعي صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن المتمتع والذي لم يقدم السعي من القارن والمفرد فإنهم يطوفون يسعون، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى. المقصود أن يبيتوا في منى 2 ليلة على الوجوب و3 ليالي على الاستحباب، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى 3 ليالي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى منى وكان بقى يعني سكناه في منى صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات في منى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.